طبعا التجنيد كان بعد ما صرح من العمل العسكري، كان حب يواصل القرايه نتاعه، وسجل في المعهد الاعلي بنابل التقني، وين ذكر خونا فريد مشي في عمتها يقرا. كي جيت وقت التجنيد في افريل، في فيفري، 20 فيفري تقريبا، كان هو اصلا الاسم نتاعه مكتوب في الليستة، لان هم ما كانوش يلموا فيهم على بعضهم، كانت اسماء مطلوبه ويفرزوا فيهم بالوحي. حبيت نوقف هني، ان يعني التجنيد راجل خدم تقريبا قرابة 13 عام وضابط صف، وكان تقريبا يعني يجند في ناس تحت، وكان يعني إطار يعني في تونس التجنيد يعني ما كان في حالات العادية في التوقيت هذاك، كانت الحياة العادية لتونس، لحالات طوارئ، لحالات استنفار، لحالات حتى يستدعى فيها ولا، فما بالك هذا شخص يعني 12 عام وهو إطار عسكري ويقع تجنيده. والأكثر من هذا أنه في التجنيد كانت تنصب له منصة خاصة للتعذيب، للتنكيل به دون عن، وكان يعذب أمام الجميع، يعني كأنه نصبين منصة مسرح والناس تتفرج عليه وهو يعذب، يعني ما كانتش تعذيب الكل على بعضهم ولا كل واحد، كان هو يعذب باش يتفرج عليه الناس وهو يعذب. يعني هذا ما كانش التنكيل به كشخص، هو تنكيل بالمؤسسة العسكرية، واللي كان يعذب فيه كان عسكري، واللي نعرف عليه انه يقال عليه انه اسمه اليتنا الرحيمي، واللي نعرف انه اليتنا الرحيمي هذا كان المرحوم الله يرحمه كان عارفه، كي كان في الجيش كان عارفه. بعد التجنيد اللي طبعا الاخبار كانت شحيحه، وكان الاوضاع كان، لكن ساعه ويجيني واحد من الاخوه يقول لي راه الوضعيه كذا، وكان تجيني بعض الاخبار، فيقال ان ثم تحركات من منظمات حقوقيه، ان قدم الملف للزين بن علي، ان يعني فضيحه دوليه باش تولي لك، هذا انت في حالتك العاديه، وهو رجل كان اطار في العسكر، فتجيب تجنده ومسؤول يعني تكون ربما، فخرج بعد 3 شهور، يعني مش اخلاق منه او ضمير، او هو لانه كان خايف على روحه وصورته في الخارج. فكان لسببين ربما، لان بحكم لانه كان عسكري، وبحكم من كثرة التعذيب كان اصبح واضح انه اصبح يعني غير طبيعي، لا ذهنيا ولا جسديا ولا صحيا ولا، خرجوا في حكاية 3 شهور.